هذا شباب هو المستقبل، هو اللي بياخذ زمام الامور في المستقبل. وانا قلت في مره ان شعبنا من اول الشعوب وبلدنا في مقدمه البلدان. بكم انتم اللي بنوصل اللي نريده نوصله. بكم انتم اللي بنوصل بنحدد امالنا. مدام هذه النوعية موجودة، ومدام هذه الروح موجودة، ومدام هذا التفاني موجود، مستقبلنا إن شاء الله في هذه البلد. توفيق من الله وهمتكم خير. أشار تقرير صدر العام الماضي عن الأمم المتحدة بعنوان التنمية الإنسانية العربية، دور الشباب وآفاق التنمية، إلى أن الشباب يشكلون ما نسبته 30% من العالم العربي، هي أكبر كتلة شبابية تشهدها المنطقة في 50 عاماً. ورأى التقرير أن جزءاً كبيراً من الفوضى التي تعيشها المنطقة في هذه المرحلة يعود إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها الشباب وعلاقتهم الضعيفة بدولهم. وبعد أن يطرح التقرير التحديات التي يواجهها الشباب العربي، يخلص إلى دعوة دول المنطقة إلى الاستثمار في شبابها وتمكينهم من الانخراط في عمليات التنمية كأولوية حاسمة وملحة في حد ذاتها وكشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. دولة الإمارات حسمت رؤيتها باكرا جدا، ووضعت استراتيجياتها بناء على هذه الرؤية التي ترى في الشباب القوة الحقيقية في عملية صناعة التقدم والتنمية وحماية المنجزات وصون السلم الاجتماعي. اليوم نرى هذه الرؤية تتوج بافتتاح أفضل مركز للشباب في العالم، وهو المركز الذي صممه الشباب أنفسهم، ويتكون من 12 منطقة لتنمية مهارات الشباب وزيادة معارفهم، وسوف يكون هذا المركز منتشرا في أرجاء الدولة. وكأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهما يفتتحان هذا المركز، كانا يقولان للشباب: أنتم المركز، أنتم الأفضل، أنتم العالم، ومعكم وبكم سوف نواصل مسيرة البناء، ومعكم وبكم سوف نواجه التحديات، لأنكم الثروة الحقيقية والأمل الحقيقي لخروج هذه المنطقة مما تتخبط فيه والذهاب نحو آفاق المستقبل. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إليكم، فسدوا النقص فينا وشمروا. رجال الغد المأمول، لا تتركوا غدا يمر مرور الأمس والعيش أغبر. رجال الغد المأمول، إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا، عليكم حقوق للبلاد أجلها تعهد روض العلم، فالروض مقفر. قصارى منى أوطانكم، أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكروا.